ودع الصبر محب ودع ذائع من سره مستودع. وما هي إلا غيبة ثم نلتقي ويذهب هذا كله ويزول. بدي أشتاق لك كتير كتير يا محمود. شغل بالي عليك امبارح، تأخرت حتى رجعت. تعشينا بالحسين وتمشينا على شط النيل واستمتعنا بسحر ليالي القاهرة. وإن شاء الله ما كانش اللقاء عسير زي ما كنت متوقع. الحقيقة كل الوقت كان عندي رغبة أعتذر من محمود. على إيش بدك تعتذر؟ على سوء تقديري. كنت أظن أن التفاهم مع محمود صعب جدا. كنت أصنفه بين المبدعين الغارقين في الحبر الطالعين من بين صفحات الكتب، ولكنه يعني بصراحة طلع أفضل من أفضل توقعاتي. طلع إنسان حقيقي، طلع إنسان مبدع. بفهم أنا الإشي إنه ما كان في صعوبة بإقناعه. هو ما أعطاني أي فرصة لأستخدم حججي ومبرراتي، بالعكس أبدأ موافقته فورا وقال إنه جاهز يروح بيروت. البارحة اكتشفت حقيقة جوهرية سيكون لها أثر كبير ليس على الثقافة الوطنية العربية فحسب، بل على مستقبل الثقافة البشرية. حقيقة إيش دكتور؟ حقيقة اسمها محمود درويش، الشاعر العربي الفلسطيني الأصيل الذي يعطي دون أن يسأل، لا على مردود معنوي ولا مادي. آسف إني جيت لك في وقت زي ده، بس للضرورات أحكام. أهلا وسهلا. أنا كل يوم بعمل ركوة قهوة بتكفي لشخصين. إذا إجا حدا بشربها أنا وهو، وإذا بجاش بشرب الفنجانين. تفضل. شكرا. ألو. أهلا يا دكتور أنيس. أهلا وسهلا. لا فهي ورايق كمان بسرعة. عال عال. إذا كان السكن تأمن فأنا مستعد أسافر معك بأي وقت. إمتى رح تسافر؟ اليوم؟ في محلات ممكن تكون موجودة اليوم. في مش عرفك يا دكتور. خلاص يا دكتور أنا رح أضب أغراضي. مع السلامة. هو أنت مسافر؟ أيوة. على فين؟ على بيروت. لمؤاخذة يعني في السؤال، هتغيب كتير هناك؟ ممكن أعرف ليه عم تسأل؟ نجلاء كان عندها عشم إنك تكون الشاهد الأول على جوازنا. حتى لو ما سافرت يا رشدي مش رح أقدر أكون شاهد على زواجكم. ليه؟ مش أنت اللي طلبت مني إني أروح لنجلاء وأخطبها وأتجوزها؟ أنت بتعرف ليش طلبت منك تخطب نجلاء وتتجوزها، وبتعرف إنه عملت هالشي غصبا عني، لأن الظروف لعبت كلها لصالحك. يعني إيه؟ يعني بصراحة ووضوح، لو كانت الظروف طبيعية ومختلفة ما كنت بتخلى عن نجلة، حتى لو اضطريت أخوض حرب مشانها. لحظة إذا سمحت. أولا بتمنى عليك وبنصحك ما تحكي لنجلة عن أي إشي صار بيناتنا، لأنه هذا الإشي
مش رح يكون مفيد لعلاقتكم. ثانياً بديك تعرف شغلة مهمة كتير، إني ما قلت هذا الكلام عشان أهينك أو أغيظك، بالعكس أنا قلته عشان تقدر نجلة وتعملها معاملة بتليق فيها. ثالثاً نجلة جوهرة من سنة نبيلة وضفرها فيك. مالك يا رشدي؟ في ايه؟ مفيش ولا حاجة. ولا حاجة ازاي يعني؟ لا في حاجة. لا بص، انت ما تحاولش تخبى عليا، انا عارفك كويس قوي. ما تقولي في ايه؟ ما قلتلك مفيش حاجة. انت شفت محمود؟ اه شفته. محمود مش هيحضر كتب كتابنا يوم الخميس الجاي لانه مسافر بيروت النهارده. ايه يا محمود، هتسافر من غير ما تودعني؟ انت يا نجلة من الناس القلائل اللي بقدرش ودعهم، لأنه لا بيغادروني ولا بغادرهم. هتطول كتير؟ مش عارف، أنا رح أقنع نفسي إني عشت حلم جميل بالقاهرة، وياريت تعملي نفس الشيء. المسافة بيننا صارت عم تتشكل بحجم حياة كاملة. إن جبت ولد هسمي محمود عشان أعرف أحبه. لو جبت بنت تحب أسميها إيه؟ سميها لا. رشدي؟ هيكون مين غير رشدي؟ اللي اوله شرط اخره سلامه. اذا كان ولد هتسميه انتي، واذا كانت بنت هسميها انا. لو كان ولد هسميه محمود، لو كانت بنت هتسميها ايه؟ هسميها زي ما انا عايز. لو كانت بنت هتسميها ايه؟ هسميها رهف. مرحبا استاذ محمود. مرحبا. مرحبا. أنا واحد من أشد المعجبين بشارع. هيدا زميلي عبد الهادي، هو مرجانا بكل شيء بيتعلق بشارع المقاومة داخل الأرض المحتلة. أهلا وسهلا، تشرفنا. الشرف إلي أستاذ. عن جد أنا من لما سمعت قصيدتك سجل أنا عربي، وعم أحلم إني شوفك وشد على إيدك. الله يسامحكم، خوفتوني. يعني شابين ماشيين قدامي وعم يتلفتوا لورا،
وبعدين بوقفوا على جنب الطريق. مع هيك ما فكرت تراجع؟ لا بصراحة فكرت أتراجع، بس كملت. كملت وأنا خايف. كملت وأنت خايف؟ آه كملت وأنا خايف. الخوف شيء طبيعي، مش معقول كل ما خوفنا نتراجع، لازم نكمل حتى لو كنا خايفين. آه معك حق، مهم إننا نكمل حتى ولو كنا خايفين. تصبحوا على خير. وأنت من أهل. أنت من أهل. ألو. أيوة أنا محمود. ما بتعتقد إنه الوقت متأخر شوي؟ ناطريني على باب بيتي؟ طيب أنا جاهز. مساء الخير أستاذ محمود. مساء الخير. تفضل. يا أخي محمود، الله يسلمك أخ أبو عمار. قالوا لي إنك ناوي تشتغل بمركز الأبحاث، أنا عايزك معايا وقريب مني. من حيث المبدأ أنا وين ما كنت رح أكون معك وقريب منك، أما بالنسبة للشغل فأنا بفضل مكان هادئ بعيد عن القضايا اليومية عشان أقدر أستمر بكتابة الشعر. اعمل اللي أنت عايزه يا حبيبي. يا أهلا وسهلا بالأخ محمود. أهلا وسهلا. الله يسلمك أخ أبو عمار، الله يسلمك. احكي لي، عم توصلك أخبار عن أهالينا في الأرض المحتلة؟ يعني آخر الشيء ممكن يخطر عبالي إني لقيك قاعد لحالك عم تسمع للمرحومة أم كلثوم. أولاً كلمة مرحومة ما بتتناسب مع أم كلثوم، لأنها كانت ولا تزال وستبقى حية أكثر منا كلنا. ثانياً العرب بدهم وقت طويل لحتى يعرفوا حجم الخسارة اللي خسروها برحيل أم كلثوم. معك حق. بيغل كاربير كتب بصحيفة الفيغارو من كم يوم أن الأوروبيين ما بيفهموا كلمات أغاني أم كلثوم، بس بالرغم من هيدا الشيء صوته بيوصل لقلبهم مباشرة. معك حق. إلياس أنا شفتك الظهر، مش معقول تكون اشتقت لي. اليوم إجوني كم أنين تنبيد فاخر يونينيين غير شكل، وبما أني بعرفك أنك بتعز المبيد الفاخر قررت جيبهم تنحتفل فيهم سوا. وبطريقي لهون شفت باسكال وماهر، معهم سلمون إيرلندي، كافيار روسي، تشكيلة أجبان فرنسية غير شكل. لما عرفوا أنه جاي لهون حبوا يرفقوني تنعمل حفلة تعارف بين الطيبات، ولأنه مشتاقين لك من جهة، ومن جهة تانية لأنه صوت الحرب بهالنواحي أخف أوطى. نحن جينا لهون بدون موعد على مسؤولية الياس. بس أصحك يكون عندك مانع. لا أبداً. أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك دكتور. الله يسلمك يا أبو صالح. عمل لي القهوة، تعال عاوزك ضروري. حاضر.
صباح الخير دكتور. اهلين يا ابراهيم، ايش اللي جابك بكير؟ بعرفك ما بتحب الفئه بكير. جابني اللي جابك. انا سمعتك لما وعدت الاستاذ محمود انك رايح تمر عليه على البيت على الساعه 10 عشان تجيبه على المركز، فقلت لحالي اكيد دكتور رايح يجيب بكير عشان يجهز له مكان يقعد فيه. الله عليك يا ابراهيم، هذا انت ما بيفوتك شيء. وين رايح تقعدوا للاستاذ محمود؟ زي ما بتعرف الاماكن عندنا محدوده. عم افكر بالمكتبه، ايش رايك؟ امرني يا دكتور، قلت انك عاوزني. ابو صالح جهز لي طاوله مكتب بغرفه المكتب. من عيوني. مين اللي فتح الطرد؟ والله مش عارف يا دكتور، من شوي المراسل جابه مفتوح. هيك مدقق خالي من المتفجرات. ايش هالموضة الجديدة هاي؟ السلطات ما سمحت للمنظمة انها تجيب جهاز لكشف الطرود الملغومة، وكحل وسط اقترحوا انه هن يكشفوا عليها ويختموها على مسؤوليتهم. بلغك انه الدكتور انيس مش هيقدر يجي ياخدك زي ما وعدك امبارح. خير؟ ايش اللي صار؟ دكتور انيس بالمستشفى. بالمستشفى؟ فجر فيه طرد ملقوم. امتى؟ من شي ساعة ونص تقريبا. اذاعة اسرائيل اعلنت مقتل الدكتور انيس بعد ربع ساعة من وقوع الحادث، ووصفته بانه هو المسؤول عن تدريب الارهابيين الفلسطينيين على القتال باوروبا. أنا سمعت الخبر بإذاعة إسرائيل بإذني، ولولا هيك ما كنت صدقت. إيش معناته يعني عن وقوع الحادث بعد ربع ساعة بس؟ معناه أن المجرمين موجودين بيناتنا، ومعناه أن المجرمين بيعرفوا أنفسهم. صرحني، كيف وضع الدكتور أنيس؟ الشيء الوحيد اللي متأكد منه أنه الدكتور أنيس بعده طيب. أنا كنت بالمركز وقت وقوع الانفجار، وصلته بإيدي على المستشفى، وأنا جاي لهون سمعت الخبر بالإذاعة، رجعت على المستشفى وتأكدت أنه بعده طيب. خبروك إشي عن حقيقة وضعه؟ أول ما وصل المستشفى حكونا أنه إصابته بليغة بس مش قاتلة، وبعد ما دخل غرفة العمليات ما في أي معلومات جديدة. هاي الجريمة بتشكل دليل قاطع على أنه مركز البحوث عم يزعج الصهاينة. يعني حضرتك مش ندمان انك اجيت معنا؟ بالعكس، انا بشرفني اني اكون معكم. انا صار عندي قناعة اكثر من اي وقت مضى باهمية المركز. وبعدين خلص النهار وبعدهم بغرفة العمليات. أستاذ محمود أنت لازم تروح وتحضر حالك للموسم. أشكركم على هذه الحماسة، ولنحاول أن ندخل معا عالم الشعر. والآن سجل أنا عربي، والآن سوف أقرأ قصيدة بعنوان سجل أنا عربي. سجل أنت. القصيدة بعنوان سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا. يجيئون أبوابنا البحر، فجأنا مطر، لا إله سوى الله،
فجاءنا مطر ورصاص. هذه الأرض سجادة والحقائب غربة، يجيئون فلتترجى الكواكب تأتي بلا موعد، والظهور التي استندت للخناجر مضطرة للسقوط. وماذا حدث؟ من الصعب أن تعزل عصير الفواكه عن كريات دمي، ولكنها وطن. من الصعب أن تجدوا فارقا بين حقل الذرة وبين تجاعيد كفي، ولكنها وطن. لا فرق بين المساء الذي يسكن الذاكرة وبين المساء الذي يسكن الكرملة، ولكنها وطن. في الحقيقة والدم متسع للجميع، وخط الطباشير لا يكسر المطر المقبل. هنا القدس، كيف تعانق حريتي في الأغاني عبوديتي؟ وسرحان يرسم صدرا ويسكن، وسرحان يبكي بلا ثمن ووسام، ويشرب قهوته ويضيع، يمزق غيما ويرسله في اتجاه الرياح. وماذا؟ هنالك غيم، هنالك غيم شديد الخصوبة، لابد من تربة صالحة. أتذهب صيحاتنا عبثا؟ أكلت، شربت، ونمت، حلمت كثيرا، أفقت، تعلمت تصريف فعل جديد. هل الفعل معنى بآنية الصوت أم حركة؟ وتكتب ضاد، ظ، قاف، عين، ثم تقول انتصرنا. وما الأرض؟ ما قيمة الأرض؟ أتربة ووحول؟ نقاتل أو لا نقاتل؟ ليس مهما سؤالك. ما دامت الثورة العربية محفوظة في الأناشيد والعيد والبنك والبرلمان، الحمد لله على السلامة. دكتور، ايش اخبار المركز؟ طمن، كل اشي عال وعال، والخسائر محدودة جدا. محمود اجى على المستشفى، بس انت كنت بغرفة العمليات. اجى على المركز؟ اجى قدامه واعطاني المقالة الجديدة اللي عدك جاي من المجلة. محمود بيقول انه محاولة اغتيالك الفاشلة تشكل دليل واضح على انه المهام اللي عم بيقوم فيها المركز عم تزعج الصهاينة بشكل جدي، وصار عنده ثقة بالمركز اكثر من اي وقت مضى. يا اهلا بالاستاذ محمود. هلا، صحتكم؟ تفضل. بصراحة أنا كنت خايف أتعرف عليك. ليش بقى؟
لأن كل ما تعرفت على أديب أو شاعر بكتشف أن صورته الشخصية مختلفة تماماً عن صورته الأدبية. شو طلع معك؟ طلع معي وتبين لي أنه شعرك هو صورتك، ما في مسافة بيناتكم، أنتوا اثنين واحد. الحقيقة أخي الياس أنا ما قريت شي من أدبك، بس كمان حاسس أني بعرفك من زمان. عال، ما زال الشعور متبادل اللي عندك طلب. تفضل. بما أنك جديد على البلد بدك توعدني أي شي بتعوزه تحكينا. بدي أشوف البيت اللي سكننا فيه بجزين لما نزحنا ب 48 وكان عمري وقتها 7 سنين. والمشكلة؟ منطلع جزين؟ وأنا بدي أطلع معكم، مش كل يوم رح صلح لنا نشوف محمود وهو عم يتذكر طفولته. آسف يا جماعة، بكرة الساعة 10 الصبح عندي لقاء صحفي وبدي أروح أزور أنيس بالمستشفى. خلص، إذا بدك بكرة منطلع جزين. أوكي. بسيطة، بكرة بتخلص شغلك وبتجي بتلاقينا ناطرينك هون على الساعة 11. شو رأيكم؟ أستاذ، عقب قيامك بنشر قصيدة جندي يحلم بزنابق بيضاء ارتفعت أصوات هنا وهناك، شكك البعض بنواياك ووطنية نواياك السياسية في هذه القصيدة، وذهب البعض الآخر إلى المطالبة بمحاسبتك لأنك أنسنت العدو، فبماذا ترد على هؤلاء؟ سبق وقلت يا سيدتي إنني أطمع أن أنقل قضية شعبي بكل أبعادها إلى الصفحات التي تستحقها في ديوان الشعر الإنساني، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية سأواصل أنسنة كل شيء حتى العدو. كان الأستاذ الأول الذي علمني العبرية يهوديا، وكان الحب الأول لي لفتاة يهودية أيضا، وكان القاضي الأول الذي زج بي في السجن امرأة يهودية. إذن منذ البداية أنا لم أرى اليهود شياطين أو ملائكة، إنما رأيتهم كائنات إنسانية. خلال أمسيتك حدث أمر غريب، ألا وهو أنك رفضت تلبية رغبة الجمهور بقراءة قصيدة سجل أنا عربي. هذه القصيدة طبعا التي كانت جواز سفرك إلى قلوب القراء في مشارق الوطن العربي ومغاربه. هذا الموقف صدم حقيقة محبي شعرك ووضعهم في موقف من الحيرة والارتباك، لماذا تبرر موقفك؟ دعيني أفسر لك لماذا لم أستجب لطلب بعض الجمهور. تفضل. أن أقول أنا عربي في إسرائيل هو عصر التحدي للسلطة الإسرائيلية، لأنها تضطهدني بسبب انتمائي القومي، وأصراري على التمسك بأسباب اضطهادي يعتبر تحديا ثوريا إلى حد ما. أنا لا أقول أني عربي لكي أعبر عن اعتزاز وتفاخر، أقولها لأعبر عن رفض عدوي، أقولها لأعبر عن مقاومتي للعدمية القومية. وأنا بصراحة لم أستجب لطلب الجمهور لاعتقادي بأنني سأكون مضحكا لو وقفت أمام 100 مليون عربي وقلت لهم أنا عربي. ماذا يعني لهم ذلك؟ يعني أنني متعصب ولست ثوريا. أن تكون ثوريا في العالم العربي هو أن تتمرد على عيوبه وتخلفه. هل تعلمين أن صحيفة الظفار مثلا وصفت هذه القصيدة بأنها طعن لأفضل ما لدى اليهود من قيم؟ يومها قلت لدافار إن ممارساتكم هي التي تشتمكم، أما أنا فأحتج على العدوان والقتل والتدمير والتنفس من رئات الآخرين. على كل حال، من المفيد أن تعلمي أن التحريض على شعري وشعر زملائي في الأرض المحتلة ليس من اختصاص الصحفيين فقط. أذكر أن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي شيمون بيريز حين أراد البرهن على ضرورة بقاء الحكم العسكري على العرب لم يجد إلا شعرنا سببا كافيا لاستمرار هذا الحكم. Thank you.
شو؟ كأنك ما بتعرف طريق البيت؟ بظن انه من هون. بذكر في طريقنا على البيت مرينا جنب بستان زي هاد، سألت سيدي عن نوع هالشجر، ولما قال لي إنه تفاح اندهشت، لأني كنت بظن حتى هداك اليوم إنه التفاح بينبت بالصناديق. فضحك سيدي وقال لي لا يا جدي، الصناديق بينبتش فيها إشي، حتى الصناديق نفسها بيعملوها من خشب الشجر. مش هاد هو البيت، الطلة كلها مختلفة. ممكن يكون لقدام؟ ياس بيقولوا في مطعم عنده كبة كتير طيبة، بتعرف وينه؟ بطل بدك تدور على البيت؟ يعني الكبة الطيبة أهم من الذكريات. بقدر بطمنك انه اصابات الدكتور انيس ايده وكتفه وصدره تمت معالجتها بشكل جيد، وهو عم يتماسل للشفاء بسرعه ملحوظه، بس الدكتور جوزيف عنده تخوفات مشان الاصابه بالعيون. بقدر باكد لك انه العمل الجراحي كان ممتاز، بس احتمال وقوع اختلاطات بهيك حاله بيبقى وارد جدا. العين مثل ما بتعرف عضو بالغ الحساسيه، لهيك نحن متمنى من الله الأفضل، بس لازم نتوقع الأسوأ. بكرة بتلا الوقت بدنا نفك الضماد عن عيون الدكتور أنيس، وحتى ما ينصاب بصدمة نفسية في حال وقوع الأسوأ ارتقينا أنا والدكتور جوزيف أنه نحطك بالصورة. هيدا المحل بيقصدوه من آخر الدنيا، مشهور بالكب الميت. فيش حدا بيعمل كبة زي أمي. أمي بتعمل الكبة أصابع رفيعة وبتصفها بالصحن وبتناديني يما يما تعاخد لك هالعروس. لما كنت صغير كنت أربط عيني بشال وأتحرك بالبيت حتى أعرف مشاعر جارنا الكفيف. يا ترى خطر ببالك في يوم من الأيام إنك ممكن تصير كفيف؟ قبل الانفجار كان هذا الاحتمال بخطر على بالي بين وقت والتاني، بس بعد الانفجار ما حدش راح من بالي. ايش اخبار الدكاترة يا ابراهيم؟ بكرة رايحين يفكوا طماط، وعم بيقولوا انه خلينا نتأمل الافضل نتوقع الاسوأ.